على حاجه. اقرصك على الجم تحلمي، صحيتي من الحلم. ايه ده؟ مشاهدين وبرنامج اجمد طباخه في مصر، والنهارده احنا هنعمل حاجه جديده، هنعمل مكرونه بالجمبري، اكله جميله جدا جدا جدا، وطبعا بالزبده، وموضوع كبير قوي قوي. بس قبل ما نبدا طبعا هنشوف ونتعرف على المتسابقات اللي معانا. اسم حضرتك؟ مروه. مروه منين؟ من امبابة. اهلا وسهلا بيكي استاذه. هنا من المهندسين. يعني الحمد لله بينكم شارع. لا مش جنب بعض. لا المهندسين وامبابة قريبه والله، قريبين جدا يعني. انا شفت مامتها وهي بتقول لها حاجات عليا. طيب النهارده طبعا احنا عايزين نشوف مين اللي هيكسب معانا، لان اللي هيكسب معانا هيكسب ب 50,000 جنيه، ومش هيكسب بس 50,000 جنيه، ده كمان الغالب مستمر، يعني ممكن يكسب 100 و150 و200 و300. وطبعا الاستاذه هنا وصلت للمبلغ ده، احنا هنشوف بقى في الحلقه دي مين اللي هيكسب 50,000 جنيه. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني عشان نشوف الأكلة اللي هتتعمل النهاردة، ومين هيكون أجمد طباخة في مصر في الاتنين. مين هتعملوا ايه النهاردة؟ مكرونة بالجمبري. مكرونة بالجمبري. يلا اوكي، يلا بينا. اوكي استنونا بعد الفاصل. سوري كلميني. انت ليه كده كلام مكشره؟ وليه مامتك كانت بتقول لك كلام جوه كده ليه علاقه بحاجات ثانيه؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب لمامتي تقوله؟ قال لك كيف حالك؟ حلوه الرموش بس كتيره. انت بتحبي الرموش دايما؟ طبعا يا شيف انا حطيت الزبده، مفيش فلفل اسود معقوله مع الباستا، ولا ريحان، ولا كمون، زعتر، مفيش فلفل اسود خالص خالص. صدقي ممكن اخد حبه من ده. انت خدي كله. شكرا والله العظيم. انا ولو عايزه الطبق كله حبيبتي والله خديه. شكرا ميرسي. واحد المصحف دي ريحت ميرسي قوي. ميرسي. انا حطيت الزبده وبعدين حطيت الثوم كده عشان بقى انزل بالجمبري عشان اشوحه كده. وبعدين انا شايف محتاجه بس ايه، منديل. انتوا طبعا جايبين بقى، بصوا يعني رابع طبخه او خامس طبخه ما شاء الله عليا الحمد لله. خدي حطي حبه ميه. لا ليه ليه ليه؟ لا انا احط كميه، هحط شويه ميه انا كمان برضه والله. حطي كده حبه الباستا على الاقل المكرونه ناشفه برضو نطريها شويه. ايوه. والجمبري اخر محتاج يستوي. ايوه فميرسي بجد والله. شكرا. مش عارفه اشكرك ازاي. ثانك. افرحكم والله. احط حبه كمان. لا 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 والله على الباستا عشان هي ناشفه. على الباستا مش مشكله. ماشي انا شوحت بس لسه شويه عليه. اساعدك؟ لا لا اللي بيساعد احنا متهيألي محتاجين. لا ما تمديش ايدك من فضلك. انا متهيألي ان احنا محتاجين نحط فلفل اسود، تيجي ندور عليه؟ ده لما تدور عليه لوحدك محتاجه مساعد يعني؟ يعني طبعا محتاجه مساعدين مش مساعد واحد. وحد قال لك بقى ان شاء الله ان هم جايبينها عشان اساعدك؟ ليه لا؟ ليه لا؟ انت عارفه ان انا سامعه بوديني وفاهمه كل حاجه. فيعني ارجوكي حاولي تراعي الموقف. موقف انا راعي الموقف. مش في صالحنا خالص. خالص. انا حطيت بقى مع الجمبري الحاجات الشبت. اهم حاجه ان انت حطيتي مع الجمبري. ايوه. بالك انت ملح بقى كمان، حطي ملح. طيب ما بقولك ايه، ما دام حطيتي على ملح في تنافس شديد. ماشي ما تزودي بقى شويه ميه بالمره. نعم شويه ميه بقى. لا كفايه. لا لا والله ما والله عايزين بس ملك السيفي شويه ميه بس كده. انا بصراحه شايف ان في ريحه جميل ما بينكم جدا جدا جدا. اقول لك على حاجه. ايه الجمال ده؟ بصراحه عفتني. هي دي الميه حضرتك اللي موجوده دي بالشرب الجمبري؟ احنا مش عايزين شرب الجمبري. لا 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 ده انا بسوي بس فيها الجمبري. بتسوي فيها جمبري وهتدويها بعد كده يعني؟ لو تعرف يا حبيب قلبي. ايوه بقى هو ده الكلام الجامد ده.
شكرا يا شيف. لا 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 طبعا على نار هادية نوطي شوية علشان خاطر تتسوى. ممكن ايه كده الصوص مع الزبدة، ناخد اخر حبة في الزبدة. وطي يا ماما وطيتي؟ اه وطيت. انا خلاص احط الطبق بتاعي اصلا. حطيتي وهتحطيه؟ اه هاتي ما احط حبه من عندك عشان انتي لسه قدامك شويه. خدي اه حط حط لك تاني هنا. لا 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 يا حبيبتي مش عايزه. طب خدي الثوم. حطيت يا ماما. طيب على الله. ماشي خلاص. انت بتشمي؟ اه بحس ان انا بحب الريحه جدا يعني صراحه. اتكلي على الله. ده يوم مش فايت النهارده. تصدقي؟ والله ما فايت. يفوت ما يفوتش يعني سيبها ربنا. هطبخ بقى لاخري النهارده ان انا جايه اطبخ. ما انا كده كده جايه اطبخ وريحه الباستا تحفه. انا عايزه ادوق بقى. انا فعلا محتاجه المره دي ادوق. احط لك حبه ميه؟ طب احط لك الزبده؟ على فكره تطلع وحشه جدا. انت ما حطيتيش الزبده؟ انت مالك؟ هو انت اللي هتاكليها؟ طب انا ادوقك، هدوقك دلوقتي وتعرفي يعني ايه اكل. يا ستي لا تدوقيني ولا ادوقك. انت مش هو ده اللي انت عرفتي تعمليه؟ لا دوقيني ولا ادوقك. طيب. يا شيف تعالى بس اقفلي. تعالى عشان هي صغنونه. فمش عارفه بصراحه هي تقفلي. ممكن بس الشوكه لو سمحت. اه يا طنطا طبعا صغننه جدا. حبيبي طنط ما تجيبي بوسه على الهوا لطنط. لا لا ما بحبش ابوس حد. الدنيا مش ما فيهاش امان دلوقتي. لا وخصوصا انا كمان عندي برد. ربنا يشفيكي. اه والله تصدقي ربنا يشفيكي. والله انت عارفه لو الرموش دي تخفيها شويه الموضوع هيظبط كتير. على فكره تساليهم عليا هقول لك ابعد واحده في الدنيا. حاضر. ثانية واحدة بس ننضف حواليها. شايف؟ ممكن منديل؟ منديل منديل يا شيف لو سمحت بس. اتفضل بقى حضرتك ممكن تدوق. ممكن تدوق بقى الباستا بتاعتي. نرجع بس فين الشوكه اللي بتاعتي. اه ورجعنا لكم تاني مع اجمد طباخه في مصر وهندوق الاكل. الريحه بتاعته تجنن بصراحه يعني. حلوه؟ لا كمان عشان انا اللي باكلك بنفسي فالموضوع مختلف تماما. لا ايه ده بجد؟ اتفضل يا شيف. انت عاملاها ازاي دي؟ اهي بص. لا بجد ازاي؟ تعالى ممكن. لا خطيره بصراحه والله. حلوه قوي فعلا. طب ادوق ممكن؟ اتنين ليمون؟ ادوق ممكن؟ إيه براحتك والله. طب اكلي حلو ولا اكلها؟ طب ادوق الاول. هو ده اكلي ولا اكل طنط؟ ناقص حاجات كتير قوي. ده ليه كده؟ اي ما انا عارفه. اه لا بجد اكلي ولا اكل طنط؟ مش هو ناقص؟ مش هو ناقص برضه ده؟ هو ناقص يعني في. بص عشان بس ايه يعني عشان نبقى برضه هو الجمبري هيدي طعم المكرونه اصلا. من ذوقي خم. اه اه لا ليه بس اخد من حد بس بعرف. لا والله لا والله بعرف. لا والله. طب ذوقي منها يمكن يكون الاكل حلو يعني. الجمبري هناك في بولاق بقى غالي دلوقتي. طب اخد واحده واخلع انا ممكن بس عشان انا عجباني قوي بصراحه. بقول لك ايه؟ لا جميله والله. خد الطبق في ايدك. لا يعني انا هسيبكم كده شويه. ممكن بعد اذنكم بس طبق؟ ليه؟ مفيش اطباق. مفيش خدي دوقي كده. دوقي يا عمال ايديا. يلا. لا ليه؟ بحبش اكل غير من ايد وايد مامتي. مامتك؟ مامتي. مش صحة وهم. هي طنط مشيت؟ لا. انت في حاجة؟ مستنياكي على البيت. طبخة؟ قولي يلا. صحة وهنا. ميرسي. والله العظيم تلت علامة الفطار. حبيبتي تخيلي. هي ماما فين والنبي؟ والله كنت عايز برضه تاكل يعني. ماما جعانه ما حدش يشوفها لنا. حبيبتي انا قلت ماما فين. خدي بس مش عايزه. خدي ميرسي. ليه ميرسي؟ ليه بتقولي ميرسي؟ ليه ما بتقوليش شكرا؟
ليه؟ دوقي دوقي يا طنط، دوقي يا طنط. ميرسي يا حبيبي من غير ما دوقي حبيبتي، هو عجبني. هو ايه ده؟ في ايه؟ في اتفضلي. لا ميرسي. لا والله فاضية. ابدا مش فاضيه. ما يحصلش، ما بقاش كريمه كده. يقولوا عليا ايه؟ ايه ده انت كريمه؟ ايه ده انت كريمه؟ بتاعت ماما كريمه؟ بتاعت محل اسمه ايه؟ اللي هو محل الجفاف. ايوه خد. ايوه افتكرت. مش عايزه خلاص بقى احسن. انت فعلا جاي تاكلي؟ بص عيني كده شويه عشان ما بحبش حد يبص لي في اللوم اللي انا بقوله. الله يبارك. طب ماشي، بس كمان انا جعانه. خدي طيب ملح. ملح رأيك يا شيخه. عادي بحبه زياده والله. طب كل، يلا كل اهو ميه كمان. توترتي لما شفتيني ولا كاني سيب في الجمبري انت بتاكلي فعلا بالميه؟ خلاص اللي وصلنا للدرجه دي؟ طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ احنا اللي وصلنا لكده يا جماعه. انا بحلم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقول لك على حاجه؟ اقول لك عشان ما تحلمي. صحيتي من الحلم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بصحيك ليه؟ مش عايزه حد يصحيكي. لا صحوا طنط بتصحيكي. لا بس عجبني. بس بقول لك تيجي نسرح فوق تاني مع بعض؟ يلا نسرح فوق. فين؟ هنا كده يا شيخه. ايه ما بقاش في ضمير؟ عارفه لو في ضمير كنت هقول لك انت شوجري. طب ما تيجي انت شرف. لا ما عيب بقى، عيب. ايه ده؟ انت في الكلام ده؟ والله انت شرف. عيب بقى والله. ايه رايك؟ والله عيب. ايه بالي ناتشا من طن. طب يلا يا طن. شكرا يا طن يا حبيبي الطن. والله والله الاكل. ايه بالي. خد خد خدي والله. يلا ها. طب ده انت طيبه بقى اهو، جميله صحه وهنا. بس على فكره اه يا حبيبي البقدونس مديه طعم زفاره، لكن دي حلوه في الميه. دي جميله صح؟ لا لا بجد بجد خلاص تعالي كلي بالميه. البقدونس مديه طعم زفاره يا ستي. يا سلام، واحنا عندنا اكتر من الجمبري. قناه بتسرف هنا. لا بصي. لا ليه يا حبيبي؟ عشان انت كده. بصي عملتي ايه؟ سلامتك. خد. لا والله ابدا ده احنا بقى دلع. ما تحطي رشوه ملح. لا يعني رشوه ملح. لا 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 بجد عايزه ملح اهو. عايزه ايه تاني؟ ها برد بقى. برد اسخن ولا عيب جزء؟ يسخن. انا بقى كل شويه نسخن ونبرد ونبرد ونسخن. ثانيه ايه ما تتلسعي؟ اهم حاجه عندي انت. هسخنه لك هنا ماشي. خليكي بقى جنبه إيه؟ وهاتي الطبق ده معايا. تيجي نطلع نكمل اكل بره. اكل ايه بس يا ستي اللي هنكمله بره؟ هو احنا في ايه؟ انا عايزه اعرف. مفيش حاجه مفيش حاجه. لا انا ما بطلعش بره مع حد ما اعرفوش. مامي قالت لي كده. لا 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 انت بس ادي رنه. مش حلوه كده. انت ادي رنه لماما وقولي لها انا خارجه مع طنط. ماشي يا طنط. وشوفي طنط قصدي وشوفي ماما هتقول لك ايه. طب تيجي نغسل ايدنا هنا. لو كلمتك يلا تعالي. لو كلمتي واخده بالك انت قولي لها ايه؟ قولي لها دهني انا اكلمك. صاحبته بقى. ماشي. صاحبته بقى ده ايه الجمال ده؟ طبعا اصل طنط جميله بصراحه. فعلا والله. بقى مكان طنط؟ انا بصراحه مش قادر انسى طعم الجمبري بتاعك والله. وتاكل هنا. يلا يا حبيبي صحه وهنا. يلا ايه ده؟ طب انتوا عكستوا بعض ليه؟ انتوا عكستوا بعض ليه؟ يلا يا استاذ احنا هوا. احنا هوا بجد. ورجعنا لكم تاني وبرنامج اجمد طباخه في مصر. وطبعا دلوقتي النتيجه معروفه، ان الفائز هو مين؟ الفائز انا. عارفه مين؟ انا اكيد. وطبعا اكلك معروف يعني. شكرا. دي رابع. ما بعرفش زغرب بس ممكن اقرصك في ركبتك عشان حاسه. ممكن تزغرطي؟ ممكن تزغرطي؟ ممكن تزغرطي لي زغرطه يا طنط؟ شكرا. اكمل بقى والنبي. ايوه بس واحده. طب ثانيه بس عشان عايز اقفل الحلقه. والله ثانيه واحده بس كده. شكرا. كنتم مع اجمل طباخه في مصر. الحمد لله طبعا. واخدين بالكم انتم؟ مش كفايه كده؟ كنتم مع برنامج اجمد طباخه في مصر، اللي هو مش اجمد طباخه في مصر، وبرنامج فلفل شطه ومقلب جميل جديد عمله خالد فيكي.